هاي القهوة من قهوة ستاربكس، أريد أجربها وياكم. جو بثانية واحدة طلب إبرة القزاز. هاي جايز، شلونكم؟ شو أخباركم؟ طبعا حاليا راجعة من المدرسة وصار لي أيام هواية وقاعد أحضر كم صورة هيك على الانستغرام على مود أنزلهم أنا والقهوة. حاليا راجع من المدرسة وشد قاعد اصور. هاي القهوة من قهوة ستاربكس، اريد اجربها وياكم. اكتشفت انه الطريقة مالتها غير، يعني غير انه هيك عادي نشربها، هاي اول مرة راح اجربها. طبعا راح اسويها بهذا الخلاط، هذا خلاط صغير عندي ايام الزمان ناسي حتى تذكرت اني اسوي به. راح اسوي بس هذا على الشحن، ما اعرف اذا بي شحن ما بي شحن، فشحنه وبعدين ارجع. طبعا ناخذ شفطه واحده على مود نشوف شلون طعمها، وبصراحه يعني شفت طعمها اتس اوكي okay، مقبول يعني، بس مو اطيب من اللي اسويها بالبيت. اوكي، اكتشفت انها مضيعه للوقت لانه طعمها ما تغير، واللي اسويها بالبيت اطيب، وبصراحه هنا كان راح تصير كارثه لانه الخلاط مفتوح بس الصدفه انه ما اشتغل. هاي طبعا ما تصدقون حاليا كمية الملابس اللي لازم اغسلها، يعني ايش قد راح اتعب حاليا. اوه ماي جاد، طبعا برا قاعدة تمطر على الاغلب، شوفوا جو بثانية واحدة طلب. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. عندي واجب حاليا وقاعد احله. طبعا هسه يلا خلصت كتابة وايدي اكيد اتكسرت، يعني شوف كل هاي الصفحات كتبتها. طبعا هذا واجب فيزياء، باكل هذا كتبته. طبعا جبنا اكل من برا بروستت مع بطاطا. بعد ما خلصنا اكل هم جبنا لحم واجتنا كيكة فجائية خرافية شكلها جايز، مع انه ماكو احد عيد ميلاده اليوم، يعني ما اعرف من ليش اجت. وهذا اللحم لازم هسه افرزه. So everyone، طبعا بعد ما خلصت كل شيء حاليا اريد اكل الكيكة، وطبعا باكر مدرسة. So اشوفكم باكر، good night. احنا حاليا بحصة الرياضة والطلاب مستغلين انه انا ما العب طوبة اوكي، ومحمليني كل اغراضهم تليفوناتهم وجاكيتاتهم، بس اتس اوكي. طبعا هم جبنا اكل من برا هالفترة، هاي صاير اكلنا كله من برا يمكن لاختصار الوقت يعني واسرع. سو المهم هو هذا اكل اليوم، دجاج مشوي ورز شوي وصحتين علي. هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رايحين للمدرسة وفي شيء مختلف، ناخذ ابرة القزاز او ابرة الشلل. جايز يمكن اخر مرة اخذت هاي الابرة كانت بالصف الثالث، وقالوا لنا بنصير صف 10 او اول ثاني وراح ناخذ اخر ابرة. سو اليوم رايح اخذها بالمدرسة، فقلت لازم اوثق هاي اللحظة بما انه هاي اخر ابرة حياتي راح اخذها يعني من ابر القزاز. سو ان شاء الله ما تكون يعني صعبة او بيها اعراض جانبية. هسا انا البارحة قرأت على النت انه بيها اعراض جانبية، يمكن حرارة او احمرار بمكان الحقن، ما اعرف يعني، ان شاء الله تكون سهله. بس هسه انا ما اعرف اذا راح اقدر اساسا اصور هناك هوايه يعني او لا، اسوي اللي اقدر عليه. طبعا في شيء ثاني نسيت اقول لكم عليه، انه قالوا معلومه مهمه، انه الشخص اللي يريد ياخذ هاي الابره، هي بالنهايه هاي الابره جبر، بس اللي يكون بكورونا نهائيا ولمده شهر، يعني يمكن اني الكورونا مالتي يمكن صار لها من شهر 12 او 11 2021، مطول. هديه بسيطه
مس اللي بالباص عندي، لأنه البارحة بصراحة صار وياي موقف بايخ، وكل ما أتذكره يعني صدق أنحرج. أنا يعني من وأنا وصغير مستحيل أنسى ولا كتاب، وفي كتاب البارحة نسيته وأنا بالباص، يعني عشان شوي توني تذكرت إني نسيته وكان كلش مهم. يعني تخيلوا لو ناسي كان صار، كنا راح نشبع كتل من الأستاذ إذا ناسي هذا الكتاب، كتاب الفيزياء طبعاً. وأنا أساساً ما أنسى كتب، ما أعرف ليش صاير دا أنسى هالفترة. هالفصل هذا فصل العاشر صاير دا أنسى الكتب. فأي يعني نزلت إنه أرجع وأخذ الكتاب. فيعني لا صدق اليوم الجو بارد guys. باو. يلا الباص راح يجي. أشوفكم بالمدرسة. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. طبعا الحصة الأولى رياضة guys. كشف عيدك هاي إفروان. طبعا حاليا كل اللي قاعد احسه هو الم خفيف بالكتف فقط، غير شيء هسه يعني تمام. هاي إفريوان، شلونكم؟ شو أخباركم؟ طبعاً اليوم إحنا بثاني يوم ونظارة، بس هيك حاب اللوك حالياً. طبعاً اليوم يوم أربعاء وأنا غايب من المدرسة. البارح كان يوم التطعيم طبعاً، وطعمت وأخذتها. يوم غبت لأنه كل الصف اتفق إنه يغيب، يعني على مود خاف تصير أعراض حرارة أو أعراض جانبية للأبرة، لأنه أنا قرأت على النت إنه في أعراض جانبية. الأعراض الجانبية اللي عندي إياها هي بس ألم بمكان الحقن اللي هي بالكتف فقط. حرارة نو ماكو حرارة. ف يعني بما انه الكل اتفق انه يغيب، فقلت اني هم لازم اغيب. ما سو كل قلت لكم اني هسه حاليا قاعد احسه هو الم هنا، يعني ما اقدر اشيل ايدي نهائيا. يعني ها شوي اذا اشيلها يعني الم فظيع. الله يروح هذا الالم، لانه باكر على ما اظن مداوم، يعني ما اقدر اغيب يومين ورا بعض. فكل اللي عارفه انه هاي اخر ابره يعني اخذناها ورحنا، بس ابره القزاز هاي اخر ابره وخلصنا بعد، وما في اي ابر قزاز انطونا اياها. ما في اي زين انه ماكو اي دمات او اثار يعني للابره، فهذا كان شيء يعني ممتاز. موسوس شوي من هاي الابره. ليش؟ انا عايد سنه يعني بالرابع تقريبا، سبت بالرابع فعدت السنه. الابره هاي يعني للصف العاشر ياخذوها، فاني خفت انه يعني لا يصير في شيء ثاني لانه انا متاخر عليها سنه. انا اكبر من انه اخذ هاي الابره، تفهمون شلون؟ فيعني مثل هيك، بس قالوا لي عادي، لا يعني المهم اني اخذها حتى لو متاخر عنها سنه. بس هو هذا كان فيديو اليوم او فيديو الاسبوع كله. هذا الفيديو صار لي دا اصور بيه من هذاك الاسبوع. سو هيك نكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. اتمنى اذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسون تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام بالوصف، واشوفكم بالفيديو الثاني، وترقبوا فيديوهاتنا الحلوه. سو سلام.